مصر تنتخب الرئيس 2018 انتخابات رئاسية، طبعا بنتابع دقيقة بدقيقة وساعة بساعة، بس لازم نتوقف عشان ناخد يعني زي ما بيقولوا بالبلدي ناخد اللقطة، يعني نعرف تحليل ده ايه، طب ده حصل ليه، طب الأرقام دي تدل على ايه. عشان كده معانا بيشرفني النهاردة سيادة النائب تامر الشهاوي نائب مدينة نصر وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي. أهلا وسهلا. أهلا بيك الزحمة. أهلا وسهلا. تحب لقب النائب ولا لقب العسكري السابق؟ هو يعني هو تامر الشهاوي كفاية. الله يخليك. سيادة النائب أنا عايز أبدأ من حيث مش انتهى بقى، من حيث اشتعل الأمر على فكرة مشاركة الشباب. هل في عزوف شبابي؟ هل ده بيميز مصر لوحدها ولا دي ظاهرة عالمية؟ هل فعلا أصلا الموضوع كده ولا الأرقام بتقول غير كده؟ يعني خليني اقول طبعا في البدايه بشكرك على الاستضافه دي، يمكن المره الاولى ليا في القاهره والناس على فكره بالمناسبه منورنا وشرفنا. وانا انت عارف يمكن ما بطلعش كتير، يعني بطلع لما يبقى في سبب يعني للطلوع. خليني اقول لحضرتك ان المصريين او نسبه المشاركه في الانتخابات في مصر، خلينا ناخد على اخر بعد 11 يعني عشان يبقى الحقبه يعني اللي احنا بنتكلم فيها، سواء في استحقاقات تعديلات دستورية، إعلان دستوري، انتخابات رئاسة، بنتكلم حوالين رقم 40%. يعني هديك مثل سريع كده، انتخابات 2012 اللي هي كان فيها الإعادة ما بين سيد الفريق شفيق ومحمد مرسي، كان الانتخابات كان حوالي 46% اللي شاركوا، ودي كان ليها ظروف، ودي كانت الاعلى حشدا، يعني حشدا المعركه الاكثر سخونه، وما اعتقدش انها ممكن تتكرر الا في ظروف خاصه. بالظبط كده، دي كان حوالي 46% من المصريين شاركوا في الانتخابات دي. انتخابات ستر الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشح السابق حمدين صباحي في 2014 كانت نسبه المشاركه تقريبا 44%. ودي برضو كان ليها ظروفها، لان المصريين كانوا خارجين من 30 يونيو مدفوعين بهذه الحاله اللي كانوا خارجين منها، وكان في مخاوف كبيره جدا عن نظره العالم لمصر بعد 30 يونيو، فكان في اندفاع كبير من او يعني دفعه كبيره جدا لمشاركه المصريين. الكيرف نزل شويه في انتخابات البرلمان 2015، كان عندنا حوالي 53 مليون من لهم حق التصويت، اللي صوتوا حوالي 28.3%. في متوسطات عالمية بتناقش المسألة دي، يعني احنا بنتكلم دائما وابدا في العالم كله بنتكلم من 35-40% في الدول اللي شبهنا، يعني في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بنتكلم تقريبا 35-40% دي نسبة المشاركة الكبيرة، يعني لا يعني نجيب اكبر ارقام هتلاقيها في المنطقة دي، طبعا بعيدا عن بعض الدول اللي ليها يعني سوابق ديمقراطية كبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية، زي فرنسا، زي إنجلترا، لا بتبقى النسب يمكن أعلى شوية. فإحنا بنتكلم يمكن لغاية وأنا داخل لحضرتك الاستوديو المتوسط العام لمصر كلها تقريبا لغاية اللحظة دي في حدود 36%، من 35-36% على مستوى الجمهورية. اعتقد ان دي نسبه جيده. لا يعني حضرتك بتؤكد او عندك المعلومه ان المتوسط وصل وفي وقتنا هذا يعني لمنتصف الثلاثينات تقريبا. يعني هي بتتحسب ازاي؟ يعني انا بتكلم مثلا عن دايرتي، انا نزلت لفيت في الدايره، رحت كل اللجان تقريبا كلها، تقريبا مش كلها، وبطمئن على سير العمليه الانتخابيه، بطمئن على اجراءات التامين طبعا اللي موجوده، وبنتهز الفرصه ان انا يعني بشكر القوات المسلحة والشرطة على الإجراءات، ودي طبعا ثلاث أيام بيبقوا صعبين جدا على قوات موجودة في الشارع، وبشكر طبعا السادة القضاء اللي موجودين في اللجان مجهد كبير جدا الحقيقة بيقدموه، لسه النهاردة كمان هيقفلوا بقى ويعدوا ويفرزوا يعني معهم لغاية الصبح كده قبل ما النتائج تطلع. لكن في كل الأحوال إن إحنا كان عندنا لغاية يعني إمبارح بالليل كانت دايرة مدينة نصر تقريبا بتتحرك في منطقة 30%، وده تقريبا نفس الرقم اللي كان موجود في انتخابات مجلس النواب. أنا عندي 506,000 من لهم حق الانتخاب، وكنا تقريبا 150,000 صوت. طيب هقف عند دي وأقول لحضرتك، هو برضه العرف العالمي الانتخابات البرلمانية بتبقى الإقبال فيها أعلى ولا الرئاسية؟ لا رئاسية طبعا.
الرئاسية. بتبقى اسهل رئاسية. وابسط ان انا شخصين في البلد رئاسية. كلها. لكن برضو خليني اقول ان البرلمان، بص حضرتك، هي ملهاش قاعدة برضو ثابتة، يعني هي بتبقى حسب الظرف. يعني في انتخابات البرلمان بتاعنا 2015 الناس كانت مدفوعة باختيار ناس محددة مطمئنة ليها تقدر تساند الدولة المصرية إلى آخره، عشان ما يحصلش زي ما حصل في برلمان 2012. يبقى قبل ما نسترسل في ارقام الانتخابات، عشان موضوع الغرامه هو اللي قالب الدنيا. أيوة. معانا الاستاذ دكتور محمود كوبيش، استاذ القانون بجامعه القاهره. استاذ دكتور محمود، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتورنا. الكلام عن تطبيق الغرامه ال 500 جنيه، الناس بتشكك في الموضوع، لا ده غير دستوري، لا ده لن يطبق، والهيئه تؤكد تطبيقه. هل هو دستوري ام غير دستوري؟ لا ده هو دستوري، من ناحية الدستوري هو دستوري، لأنه الانتخاب الإدلاء بالصوت هو حق وواجب، وحق وواجب، والواجب بيقابله التزام أو بيقوم معه الالتزام، والالتزام عند الإخلال به بتطبق عقوبة. فالقانون نص على غرامة تصل إلى 500 جنيه مصري في حالة عدم الإدلاء بالصوت. لكن أنا من الناحية العملية يعني مش عارف كيف تتطبق. ليه؟ لأنه المحاكم يعني ما شاء الله يعني أمامها كم هائل من القضايا، لأن اللي مش هيدفع يعني معناها هيحال إلى المحكمة. الأمر الثاني، النيابة أيضا مشغولة ما شاء الله، يعني القضايا أمامها لا حدود لها. فمن الناحيه العمليه اعتقد ان هذه المساله ستثير بعض الصعوبات. يعني هو التنفيذ هيبقى مسؤوليه اعتقد السلطه التنفيذيه، يعني هو ايه اللي هيوصل الموضوع للقضاء؟ عشان تطبق العقوبه دي لازم محاكمه. لازم محاكمه. يعني برضو دي نقطه مهمه، يعني معنى كده اللي هتطبق مش قرار اداري، ده تطبيق، ده قرار محكمه. دول هتعتبر لازم يحرر بقى محضر، والنيابه تحيل الشخص الى المحكمه، يا اما توقع ما يسمى بالأمر الجنائي، والشخص ممكن لا يقبل الأمر الجنائي فيقوم بالتظلم منه فتحال القضية إلى المحكمة، وهكذا. هي هيبقى فيها إجراءات. يعني لو المتخلفين يا فندم 35 مليون، يبقى عايزين 35 مليون قضية على المتخلفين. 30 مليون محضر على الأقل، و35 مليون قضية. وهي النيابة عندنا يعني كان الله في عونهم، يعني في كم قضايا اصلا اللي امامهم، وكم من قضايا اللي امام المحاكم. فمن الناحيه العمليه انا اعتقد دي الناحيه العمليه، لكن الناحيه الدستوريه والقانونيه هو جائز. طبعا في بنحه منصوص عليها في القانون، وهي لا تتعارض اطلاقا مع كم دستوري. استاذ دكتور محمود كبيش، استاذ القانون بجامعه القاهره، بنشكرك شكرا جزيلا. ده انا الشيطان لعب بيا وقلت 40 مليون في 500 جنيه 20 مليار دول هيعملوا يعني. بس هقول لحضرتك على حاجه، طبعا استاذنا طبعا الكبير مفيش تعديل على كلامه يعني، لكن اعتقد ان مهم جدا نوجد اي طريقه او اليه لتنفيذ الـ هذا الاجراء. يعني حضرتك مع تنفيذ الغرامه على فكره، انا دايما مع فكره الشرعيه. الشرعية هنا لا أعني بيها الرئيس خالص، أنا الشرعية هنا أعني بيها، يعني هقول لحضرتك أنا معلقتش يافطة للرئيس في دائرتي خالص. ده انت حضرتك تستحق تمثال يعني. تاني حالة لازم يعني تدرس في الطب النفسي، ولا يافطة ولا لافتة من النائب تامر الشاوي في ايد الرئيس. لا هو أعلنت ده على صفحتي، وكمان حتى في انتخابات البرلمان معلقتش يافطة خالص، لأني بستحرم ده، انا بستحرم الحقيقه الفلوس دي. لكن عملت ندوه عن التحديات والطموحات، يمكن القناه عندكم غطتها، يمكن صرفت في الندوه دي قد ثمن اليوفط الف مره، لان انا يهمني جدا، ما يهمنيش ان انا اعمل اجراء ظاهري يعني ان انا اعلق يافطه لتأييد للرئيس، لكن يهمني جدا ان انا اتعامل مع عقول البشر، اقول لهم ايه التحديات اللي عندكم وايه طموحاتنا كدوله، فانت لازم تشارك. هو ده اللي يهمني، وده اللي انا انظر له، مش مساله التوعيه او يعني نشر الوعي، مش بالزبط. مجرد مش مساله يافطه. ما هو يعني ما هو لو في حد هيبقى مؤيد جدا للرئيس فاكيد هبقى انا، يعني بحكم حاجات كتير قوي،
فمش اليافطه اللي هتقول لي او هتقول للناس ان تامر بيأيد عبد الفتاح السيسي. لا انا كمان بحس ان فيها نوع برضو من الدعايه الشخصيه. يعني انا اه طبعا مؤكد يعني في واحد مش هقول اسمه احراجا يعني في المهندسين مثلا بيضحكني، هو كاتب فلان حبيب الملايين يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب هو انت حبيب الملايين ولا هو يعني انا الجمله مكتوبه فوق فكلام واللي حاطط صورته واللي حاطه صورتها والصوره اكبر من صوره الرئيس نفسه، فهي فيها نوع برضو من الدعايه الشخصيه. طبعا 100%. فانا قلت لا بدل ما اعمل ده خلينا اعمل حاجه انا مؤمن بيها. انا دايما بعمل حاجه اللي انا مؤمن بيها، اللي انا مؤمن بيه ان انا اتعامل مع عقل الناس. فعملنا ندوه كبيره وكان فيها الدكتور اسامه الدليل والوزير العرابي، اتكلمنا عن التحديات اللي كانت موجوده واللي بتواجه الدوله المصريه وايه طموحات الدوله المصريه في مواجهتها. كان يمكن عدد ضخم جدا من دايره ميت نصر وخارج الدايره. ما روجتش للرئيس، اتكلمت عن التحديات لا. او ما روجتش لمرشح بعيد. انا بقول لحضرتك انا بتكلم في وعي سياسي. يعني انت خد المعطيات مني وانت فكر براحتك، يعني انت اتعامل مع المعطيات بالطريقه اللي انا بشرح لك وانت حر بقى. انت حر اعمل اللي انت عايزه. وعايز اقول تاني وباكد تاني على الموضوع الغرامه. لا ده انا مؤمن جدا بمساله ان ده واجب، زي ما استاذنا العظيم الدكتور محمود قال ان ده واجب زي ما هو حق هو واجب ايضا. فطالما واجب وانا خالفت الواجب فما فيش مشكله ان انا ادفع الغرامه. اعتقد ان احنا ممكن نشوف لها حل اداري برضو، يعني هم اساتذتنا القانونيين هم اللي يقدروا يقولوا، يعني مش انا. ان انا رايح اجدد رخصتي الاقيها موجوده على الغرامه موجوده، وانا بجدد بطاقتي الاقيها موجوده، يعني في اي اجراء اداري الاقي ال 500 جنيه. هو بس المشكله ان كذا مره يتقال هتطبق وما تطبقش، ودي بتخلي الناس تتراخى. الدوله محتاجه فلوس فن يعني المره دي ماشي يعني. خلاص لو كده يبقى المليارات جايه. أيوة بس لو لقوا مع الشعب ال 500 جنيه ما هو في ناس هيقول لك معيش. عايز ارجع تاني. اللي معهوش كان راح. صح. ده اللي اقصده. روح ابطل صوتك. روح ادي لاي مرشح. احنا بنتكلم على حق بلدك. هذا اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلمش على الشباب، يعني مساله الشباب زي ما حضرتك كنت لسه كنا بنتكلم وبقعد معاهم وبتكلم معاهم وبنتناقش وحوارات مفتوحه. عندهم حاله غضب ايوه، عندهم مشاكل لسه ما اتحلتش عندهم طموحات واحلام يمكن مش قادرين يشوفوها على المدى القريب. صح، كل ده موجود، وده على فكره موجود في كل الشباب في العالم، لدرجه الولايات المتحده الامريكيه في وقت من الاوقات عملت قانون لمساله العزوف عن الانتخابات للشباب. ده موجود في العالم كله، فكره المرحله السنيه دي وفكره التمرد اللي موجوده عند الشباب في مساله السلطه، يعني السلطه الابويه حتى في البيت. واعتقد طبعا اساتذتنا بتوع علم النفس يتكلموا احسن مني في الكلام ده، لكن فكره التمرد دي نفسها معايا احنا ملاحظينها في الانتخابات. طب هل الارقام بتؤكد كده ولا ده احساس عام؟ بص انا هقول لحضرتك يعني مثلا الانتخابات اللي قبل كده هل تم تحليل الارقام بعدها؟ كم في الميه شباب، كم في الميه نساء، كم في الميه طبعا 2012 و2014 كانت مشاركه الشباب جيده جدا على فكره بالمناسبه يعني. بس انا قلت لحضرتك الاسباب. 2012 كانت مدفوعه بيناير 11 2014 كانت مدفوعه ب 30 يونيو كل يعني. وده على فكره طبيعي، يعني ده اوضاع طبيعيه الامم كلها يعني بتتعرض لده. لكن انت النهارده بتتكلم في 2018 في انتخابات الرئاسه السيد عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل نازل قدامه السيد موسى المرشح المحتمل الاخر، والجميع بيرى ان الفرص الاقرب للسيد عبد الفتاح السيسي. فبالتالي يعني في عزوف جاي من الحته دي ان مفيش ربما منافسه حقيقيه زي مثلا ما كانت ما بين فريق شفيق ومرسي زي ما كانت. وبرضه فكره ان المشاركه اهم دي ممكن تكون مش واصله لعقليه ناس كتير طبعا يعني. طبعا. ودي على فكره انا احتكيت بالشباب فيها وكلمت معاهم في ده فكتير جدا، ودي يمكن مشكله اعتقد ان احنا والرئيس اتكلم فيها على فكره، الرئيس نفسه اتكلم فيها لو حضرتك متذكر في اخر مؤتمر اتكلم في مساله صناعه البشر، وان من الضروره الملحه ان نركز شويه على صناعه البشر. وده انا بنادي بيه الحقيقه بقى لي فتره طويله، ومؤسسه بتاعتي اسمها وعي، حتى انا مسميها مؤسسه وعي، بشتغل على الحته دي ومهتم جدا بالحته دي. لان انا ممكن اعمل لك شارع رائع رائع،
لكن انت ما تعرفش قيمه النظافه، فبعد اسبوع الشارع ده هيبقى مزبله. ممكن اعمل لك مؤسسه عظيمه جدا لكن انت مش عارف تتعامل معاها، بعد اسبوع هتقع. هي الفكره في كده، انك لازم تتوعى بقيمه الشارع اللي بيتعمل لك، بقيمه المؤسسه اللي بتتبنى لك، المطار الجديد، تعرف ده قيمته ايه، اتصرف عليه كام، طب ليه اتعمل ده، عشان مصر تتصنف فين، فهكذا. طيب قبل ما نسيب الانتخابات برضو عايز من حضرتك شويه ارقام. يعني ايه الارقام اللي واضحه لغايه دلوقتي؟ بعتقد ان احنا في منطقه ال 35-36% زي ما قلت لحضرتك. انا لغايه امبارح بالليل تقريبا، انا بتكلم على دايرتي، كنا تقريبا 30% صوتوا. النهارده لسه شغالين، قبل ما اجي وصلنا يمكن 33% ولا حاجه. في بعض الاماكن الاخرى في الصعيد في الدلتا لا، الارقام اعلى من كده بكتير، يعني يمكن اقتربت من ال 40% في بعض الاماكن. اعتقد المتوسط العام على الدوله النهارده بالليل يبان هيبقى في حدود 36-37%. لما ندمج بقى الاقاليم مع الصعيد مع بحري مع اعتقد هنبقى في المنطقه دي يعني. طب هل التزام محافظات معينه، لسه كنت بتكلم في النقطه دي، هل انا اقدر احلل الارقام دي بعد الانتخابات واقول ان محافظه كذا دي عندها اقبال اكتر؟ هل ده معناه ان عندها خدمات فالناس راضيه، ولا دي ثقافه او وعي اكتر؟ يعني مش محتاجين نحلل الارقام دي؟ طبعا الكلام ده هقول لحضرتك، المدن الحضريه اللي هي المدن الكبيره يعني زي القاهره، الجيزه، اسكندريه، المدن الكبيرة بيبقى في عندها مشكلة كبيرة شوية اللي هي مشكلة المغتربين. يعني انا اكلمك على دايرتي يعني عشان يبقى مثل واضح للناس. انا دايرتي تعدادها 1,800,000 وشوية مقيمين. تعداد المقيمين، المقيمين في الدايرة. المسجلين بقى، المسجلين اللي ليهم حق الانتخاب 506,000، نسبة قليلة. تمام. وفق التعداد بتاع تعبئة والإحصاء الأخير، أنا عندي ما يقرب من تلت الدايرة بطاياهم مش مدينة نصر، حوالي 600,000. ده رقم ضخم جدا طبعا، يعني ده رقم ليه؟ لأن أنا حتى لما باجي أشتغل أنا عايز أشتغل على 1,200,000 ولا على 2,000,000، يعني كخدمات وطرق ومسجلين ولا المقيمين وصرف، أنت بتشتغل على ده. فعشان كده عندي إحصائيات، عندي أرقام، عندي 600,000 من بره الدايرة. لما نيجي بقى ندخلهم في الجانب المغتربين تبتدي تحصل هنا المشاكل. الحتة دي الحقيقة يمكن مش متعالجة جيد بشكل جيد، وانا جالي شكاوي كتير جدا في الانتخابات دي ما اتعالجتش كويس حتة المغتربين. انا شخصيا نزلت امبارح بالليل اسكندرية، ابات هناك عشان انتخب الصبح وارجع دلوقتي، لان انا ما اعرفش يعني. شوف هو المفروض ان انا يعني ما اعرفش اروح فين، طالع على حاجات كتير وشغلي في الاعلام، ولكن ما كنتش اعرف موضوع الشهر العقاري ده صراحه خالص. ما انا بقول ما تمش الترويج ليه بشكل كافي يعني. وانا بكلمك على 600,000 صوت. يعني انا مش بتكلم على 600,000 صوت، ده قد اللي ليهم عندي حق الانتخاب. 506,000 على الاقل نصهم 300,000 مثلا. ليه؟ لان بيجي لي وافدين كتير من محافظات اخرى، ودي يمكن اللي قالها سياده الوزير ابو بكر الجندي، والناس زعلت منه لما قال ان انا همنع الـ 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 الهجره الى القاهره من اهلنا واخواتنا في الصعيد والمحافظات. هو الحقيقه ما كانش يقصد كلمه سيئه، يعني انا حتى ناقشته فيها. هو يقصد يقول ان انا هعمل تنميه في الاماكن دي صح، علشان الناس ما تهاجرش للمدن الكبيره. ما هو دي حقيقه، انا بكلمك في ارقام يعني مش هي ظاهره موجوده. طيب هناخد كلمه احمد محمد جروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ونشوف قال ايه عن الانتخابات. نحن متشرفين ان نكون متواجدين مع الشعب المصري لصناعه مستقبل مصر، ولحضور هذه الاحتفاليه المتميزة وهذا اليوم الاستثنائي. شارك المجلس العالمي للتسامح والسلام متابعة الانتخابات المصرية منذ اليوم الأول، وكان لنا حضور وتواجد في مدينة نصر وفي مصر الجديدة والزمالك والمهندسين، مرورا بمدينة أكتوبر، ولا نحن في المعادي، وأيضا لنا نختتم جولتنا إن شاء الله قد يكون في اسكندرية، وممكن أن نعدي على التجمع الخامس. من النقاط الرئيسية التي لابد أن يتم ذكرها بأن هناك مجهود بذل من جانب الشعب المصري ومن جانب المؤسسات المعنية بسير العملية الانتخابية، خصوصا الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت المقار المناسبة لصناعة
الثقافة الجديدة لاستقطاب الناخبين وتسهيل العملية الانتخابية ابتعادا عن الطوابير وعن الازدحامات، لأن فقط نقول أن في انتخابات. فهذه ثقافة جديدة متميزة يعني تحسب للهيئة الوطنية للانتخابات. كذلك دور القوات المسلحة المصرية ودور الشرطة المصرية التي أمنت للمواطن المصري يعني تسهيل حصوله على استحقاقه القانوني من خلال مشاركته في للانتخابات الوطنية. 600 بننطلق أو يعني ننتقل للملف الأكثر أهمية، ملف سيناء 2018. هل في علاقة بين الانتخابات وبين حق الشهيد؟ عشان في ناس برضو بتقول لك ده إيه العلاقة، ده راجل بيستشهد عشان البلد ودي عملية سياسية أبعد ما تكون عن الموضوع. هل أنت مقتنع أو شايف في رابطة ما بين الاثنين؟ يمكن على المستوى الإنساني أكتر من أي حاجة تانية. يعني أنا يعني الضرورة الملحة أن المصريين يبقوا فاهمين، هو أخونا وابننا واللي بيستشهد في سيناء أو اللي بيشتغل في سيناء عشان يوفر الأمن، هو بيوفره عشان حضرتك تقدر تنزل الانتخابات بشكل طيب. عشان ما هو خد بال حضرتك، الناس عندها أحيانا، بعض الناس يعني مش كل الناس، بيبقى عندها فصل ما بين الملفات. يعني احنا طول الوقت مثلا كمجلس نواب بنتشتم طول الوقت، انتوا عارفين المعلومه دي يعني اتعودتوا يعني انتوا بتعملوا ايه؟ صح. لما تيجي تناقش اي حد تقول له طيب ممكن سؤال، يقول لك اتفضل، انت تعرف ايه دور عضو مجلس نواب؟ تعرفه؟ يقول لك انا المفروض يشوف طلباتي. انا موافق طلباتك وفق الدستور. وفق الدستور ما قال الدستور قسم الحكم لثلاث حاجات، سلطه تنفيذيه وقضائيه وتشريعيه. جه في السلطة التشريعية قال لك مجلس النواب، جه في السلطة القضائية القضاء، جه في السلطة التنفيذية قسمه ما بين مين؟ رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية. أنا المفروض براقب على دول، يعني أنا المفروض شغلي أراقب على دول. أنا لو بإيدي الأمر أنا ألغي تماما فكرة نائب الدايرة وأخليها كلها قوائم لحاجة واحدة بس، لازم المواطن يفهم ان عضو مجلس النواب ده مش مهمته يطلع له ابنه من الاسم واللي شغله له في شركه بترول ويجيب له واسطه يشتغل معرفش فين. يعني بص احنا عندنا ثقافه. طب ما هو بعدين، ما هي دي للاسف بتخليك انت النهارده يعني لا انت عارف دورك ولا النائب ولا الناخب عارف هو عايز منك ايه، ولا انت فاضي للتشريع. يعني انا مش متخيل نفسي ان انا نائب مثلا المفروض بعمل قانون الفلاني ودوري ان انا الحق إيه ابني عايز كذا، الحق خليني اقول لحضرتك شغلوني فين، اقول لحضرتك شويه ارقام. أنا في سنتين في مجلس النواب جالي المكتب كم طلب وشكوى؟ 37,000. 37,000 شكوى وطلب وإلى آخره. في الآخر مين اللي بينفذ معايا؟ أجهزة الحكومة، مش كده؟ تلاقي كل الناس عايزة الشارع بتاعها يترصف، كل الناس عايزة العمود اللي قدامها ينور، وفي الآخر أنا عندي خمس قروش هم اللي بشتغل بيهم. بحاول أشتغل، وفي الآخر على فكرة محافظة بتشتغل والوزارة كل ده بيشتغل. لكن أنا كنائب جنب ده، وده مش دوري خالص، لكن لازم اعمله، لازم اعمله. ده دور عضو مجلس المحلي على فكره، ما فيش مجالس محليه للاسف. فانت بتأدي هذا الدور وانت راضي، مش مشكله. عشان كده انا بدعو الناس لاهميه، ودي ارجو ان الاعلام يركز عليها. ادعوا الناس، ركزوا واختاروا كويس جدا اعضاء المجالس المحليه، اختاروهم كويس جدا، لان هم دول فعلا المعنيين بالطلبات دي، هم اللي هيشتغلوا. هو ده اللي هيبقى في وشك بعد كده. احنا هنراقب ونشتغل وكل حاجه، بس الناس مش عارفه ان مثلا لما يبقى عنده مشكله قمامه مثلا ويقعد طول الوقت يكلمك عليها ولا كلاب ولا مش عارف ايه ولا كده، تقول له طيب خلي بالك انا لازم اعمل لها تشريع، ده دوري ودور الحي هو اللي ينفذه، فدوري ان انا اعمل التشريع، فانا هعمل التشريع واعمل اللائحه التنفيذيه مع الوزاره والحي هو اللي ينفذه وهكذا. نفس الفكره اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم فيها، فكرة عدم الربط ما بين ولادنا اللي بيستشهدوا في سيناء وما بين العملية السياسية نفسها. طب أنا بعد الفاصل هرجع لحضرتك بسؤال مباشر، عشان أنا عارف أن حضرتك رجل مخابرات قديم وصعب أن نتهزع منك المعلومة، بس أنا عايزك يعني عايز حضرتك تشرح ماذا يحدث في سيناء على في حدود المتاح طبعا، ولكن المشاهد عايز يطمئن. سيناء 2018 بيحصل فيها إيه ووصلت ليه؟ نطلع فاصل ونرجع ناخد رد على سؤال يهم الكثيرين، ماذا يحدث في سيناء 2018 وإيه النتائج اللي حصلت حتى الآن؟ ما زلنا نتابع الانتخابات الرئاسية 2018، وكان لنا سؤال قبل الفاصل في منتهى الأهمية للمصريين جميعا، هو إيه اللي بيحصل في سيناء 2018؟
صعب بقى، سؤال صعب ده عايز حلقه لوحده، ده اجابه تكون في حدود المتاح والمباح، عايز حلقه لوحده. طيب خلينا نقول هي سينا ليها ظرف خاص جدا كمنطقه، ده طبعا معزتها بقى لمصر، ويعني وفي حته كده المصريين ده ما بياخدوش بالهم من الحاجات كده اقول لهم عليه. ربنا سبحانه وتعالى ما تسمعش صوته في الارض غير في سينا، يعني خالص غير في سينا، فهي ليها في قلوب العالم وفي قلوب المصريين معزه خاصه، والاف الشهداء راحوا فيها. لكن الحقيقه هي يد العمران لم تمتد الى سينا لاسباب متعدده، لانها شهدت كل الحروب الى ان عدت سينا كامله باستعاده طابه في 89. التاخير اللي حصل في التنميه في سينا خلق داخل المجتمع السيناوي بعض الامور الجنائيه وبعض الامور السياسيه، لان الطبيعه القبليه اللي موجوده في سينا خلقت ده. استغلوا طبعا الجانب الاخر، والذي لم يكن بعيدا عن تحركات الموساد الاسرائيلي طبعا، سواء من جانب حماس او اي تنظيم اخر، عشان يفضل القلاقل الموجوده في سينا بشكل مستمر. لكن وطول الوقت حتى كان في فتره حكم المعزول محمد مرسي، كان اصبحت سينا هدف لكل العناصر الجنائيه والسياسيه الهاربه من كل بقاع المنطقه الى سينا لتحويلها لارض الجهاد زي العراق كده. اصرار الدوله المصريه على مواجهه الموقف في سينا. طب هقف عندي دي، هل في اجانب اتقبض عليهم في سينا؟ طبعا قولا واحدا، جنسيات مختلفه، جنسيات غير مصريه، غير مصريه كتير. لكن بعض الناس اتكلمت قال لك اصل في جبل الحلال لقينا ظباط مخابرات اطلع. لا دي كلام، ده كلام فيسبوك يعني. معلومه، اصل معلومات فيسبوك بتبقى مستقله. لا ومليارات جوه، لا مش كلام ده، لا ما جالكوش حاجه من المليارات دي خالص. شويه يقول لك والله شويه فيها مليارات. لا مش الكلام ده. لكن في اجانب طبعا، في عناصر كانت جايه من الغرب، من ليبيا، وفي عناصر كانت دخلت عبر الانفاق، ويعني كان في واردوغان قالها صراحه، وراجل لم ينكر يعني. وفي دعم تركي قطري طبعا كبير، وخلينا نقول لما اقول تركي قطري بالمناسبه يعني، وانا بعلن ده على فكره في كل وقت، انا بشوف تركيا وقطر مجرد ادوات. يعني انا عايز اقول لك الاخطر ان الولايات المتحده الامريكيه نفسها بالنسبه لي مجرد ادوات، لكن انا كل ده بيصب في صالح الكيان الصهيوني الاسرائيلي. فالعمليه مضاربه بهذا ده الوضع. بعد المداخله عايز اعرف تطورات العمليه، اللي دايما الناس بتقول لك هو ايه الفرق بين 2018 كعمليه عسكريه وبين كل اللي فات. قوي، حاضر. استاذه ابتسامه تعلب، مدير مكتب مدير حمله او المسؤوله عن متابعه حمله المرشح موسى مصطفى موسى بجريده المصري اليوم. استاذة ابتسام مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف اخبار العمليه الانتخابيه ايه حتى الان؟ والنهارده احنا في ثالث يوم، الاقبال يعني يعتبر جيد بالمقارنه بامبارح، الاقبال اكبر من امبارح. حمله موسى النهارده اصدرت بيان الصبح طلبت فيه الناخبين ان هم ينزلوا يشاركوا في العمليه الانتخابيه، وطلبتهم بكثافه التواجد. طلعت بيان قالت انه لحد دلوقتي احنا ما صدرناش اي مخالفات في العمليه الانتخابيه، باستثناء بعض الحالات البسيطه في دوائر او لجان زي الزاويه الحمراء. بعض الناس كانت بتدعو الناخبين ان هم يعملوا علامه على المرشحين الاثنين يعني من اجل ابطال الاصوات، وتم تقديم بلاغات بيها. دي المخالفة الوحيدة اللي تم رصدها؟ دي المخالفة الوحيدة اللي اعلنتها الحملة لحد دلوقتي يعني. وهم عندهم غرفة عمليات شغالة في حزب الغد بقالهم من اول يوم الانتخابات، ومتواصلة يعني طول الوقت، طول اليوم شغالين متواصلين معانا يعني. طيب كان في، كنا في مداخلة مع مراسل مصر اليوم بدائرة الوراق، قال ان في دوائر ما فيهاش مندوبين لحملة موسى مصطفى موسى. هو اعلنه ده من قبل بداية الانتخابات، لانه ما عندهمش الامكانية المادية والبشرية للتواجد في كل اللجان في مصر. هل بنسبة كبيرة يعني عدد كبير من اللجان فيها غياب للمندوبين؟
عدد مش عدد كبير، بس في محافظات بعينها هم مش موجودين اصلا خالص فيها، زي الوادي الجديد، زي شمال سيناء. هم اعلنوا من قبل الانتخابات ان هم مش هيبقوا متواجدين ليهم، مش هيبقى مندوبين متواجدين ليهم، لان هم ما عندهمش الامكانيه الماديه للتواجد هناك، ولا عندهم مندوبين هناك يعني في اللجان دي. فهم منتشرين في اغلب تواجدهم في القاهره والجيزه والاسكندريه، بقيه المحافظات عدد النواب ليهم قليل قوي يعني. الحضور الشبابي اخباره ايه؟ جيد يعني، ما ينفعش نقول ان هو قليل، لكن جيد يعني. النهارده غير امبارح، النهارده اكتر من امبارح. تمام، اشكرك استاذه ابتسام تعلم، مسؤول عن حمله، متابعه حمله المرشح موسى مصطفى موسى بجريده مصر اليوم. نرجع لسؤال سيناء 2018 مختلفه ايه عن ما قبل كده في سيناء؟ هقول لسيادتك، الفتره اللي فاتت هي كانت فتره احنا بنسميها مرحله حاله التنظيمات. على فكره سيناء الرقم، بس مش عايز الناس تخض يعني، التنظيمات اللي موجوده فيها قديمه يعني. في تنظيمات جديده طبعا انضمت، لكن من زمان جدا لينا تنظيمات بنكتشفها بسيناء. اول تنظيم على فكره اكتشفناه هناك كان سنه 82 بالمناسبه، وكان تنظيم بتاع واحد اسمه فتح اسكندر، كان في مسجد التوحيد في العريش، وكان كان تنظيم تكفيري. ففكره التكفير موجوده في سيناء من زمان، دخلت عليهم افكار السلفيه الجهاديه في خلال الثلاث اربع خمس سنين اللي فاتوا وما قبل ده. كان في تنظيم التوحيد والجهاد في 2005 2006 اللي عمل العمليات كلها اللي كانت في جنوب سيناء. فانا عايز اقول ان فكره التنظيمات اللي من هذا النوع موجوده في سيناء، لكن زادت طبعا جدا اعدادها وفي خلال وتسليحها في خلال فتره المعزول، الى ان قررت الدوله المصريه مواجهه هذا الوضع بأي شكل من الأشكال. الحكاية دي طبعا كانت محتاجة تنسيق مع الأمم المتحدة علشان إدخال قوات عسكرية داخل سيناء، لأن في اتفاقية اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي اللي محددة عدد القوات هناك إلى آخره. فده خد مننا وقت شوية. التعامل مع التنظيم نفسه، أنت عارف حضرتك سيناء دي مش مدينة، ده الغالبية العظمى صحر، فأنت بتتكلم في عشش متفرقة في أماكن متفرقة في وديان متفرقة، ده فيها عنصرين ثلاثة، ده فيها خمسة، ده فيها ستة، وهكذا. ابتديت تتعامل مع ده. الفترة طالت ربما شوية إلى أن السيد الرئيس في اجتماعه في نوفمبر 2017 قرروا أن هم يقوموا بعملية شاملة. كلمة عملية شاملة دي أول مرة تتقال، وده الفرق اللي ما بينها وما بين قبل كده. قبل كده كان عبارة عن قوات تتحرك على الأرض، أعمال استخبارات، جمع معلومات، مداهمات، مداهمات، عمليات كمين وإغارة إلى آخره. لكن كلمة عملية شاملة هو ده الفرق اللي كان في العملية الجديدة، إن كلمة شاملة تشترك فيها كل قوى الدولة. التموين بيشارك، الإعلام بيشارك، دي زي حرب 73 كده يعني، اللي إحنا بنحشد كل الطاقات لصالح العملية دي، بالإضافة لاستخدام كل الأسلحة المتاحة داخل القوات المسلحة، طيران، بحرية. طب المواطن العادي يقول لك طب وانتوا استنيتوا ليه؟ ما كان من الأول عملية شاملة. انت عارف حضرتك ده احنا بنسميها مرحلة حالة التنظيم. يعني انا بستهدف بؤرة معينة، بجيب عنصر بيعترف، بنلاقي بؤرة تانية. لكن لما السيادة الرئيس والأجهزة المعلومات طبعا تقدير الموقف بتاعها لما رفعته للرئيس ان لابد من يكون في عملية كبيرة. عملية كبيرة يعني انا ما اقدرش اخش في مكان استهدف بؤرة واسيبها وامشي، لا، انا لازم اخش المكان استهدفه واثبت واكمل على اللي بعده، اعمل وثبة على اللي بعده. ده الجديد لا، هو ده العملية الشاملة. ايوه دي العملية الجديدة باستخدام بقى كل الوسائل، ادخل الحرب الالكترونية والدفاع الجوي، كل القوات تخش تشترك. عشان كده انت بتلاقي بحرية، تلاقي طيران. والحقيقه في حاجه اهم من يعني كان في رساله اخرى اهم من فكره التطهير، لان اكيد طبعا ان مش شويه تنظيمات هندخلها كل الجيش ده يعني، مش ده. لكن كان رساله الردع مهمه جدا لكل بقى اللي بيفكر تسوي له نفسه ده يعني سينا ولا كده، لان كان في رسائل كده طلعت من اسرائيل لو حضرتك متذكر. يعني وبالمناسبة بس عشان بعض ال يعني أنا عايز أقول بعض الموتورين أو يعني بيتكلموا عن صفقة القرن ويقولوا ده كذا. هو في رغبة
أمريكية إسرائيلية لتبادل أراضي ما بين مصر وبين إسرائيل. صحيح. هنتكلم عن صفقة القرن طالما وصلنا للمنطقة الخطيرة دي. بس ناخد أستاذ محمد غريب نائب رئيس القسم السياسي بالمصري اليوم. أستاذ محمد مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. المؤتمر الصحفي النهاردة هل تضمن جديد؟ الجديد النهاردة في المؤتمر الصحفي هو الحديث عن تطبيق غرامة على من لم يشارك في التصويت في الانتخابات. ونفى المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية ومتحدث باسمها تحصيل الغرامة على فواتير الكهرباء كما تردد في بعض المواقع على لسان بعض نواب مجلس الشعب ان هم سيتم التحصيل على فواتير الكهرباء. وقال ان كل ما سيتم ان الهيئة هتعمل حصر لأسماء من صوتوا وتستبعدوا من الكشوف وتاخد الكشوف اللي لم يشاركوا وترسلها إلى الجهة المختصة اللي هي النيابة العامة، وإن النيابة العامة هي التي تتحدد آلية تطبيق الغرامة وتحصيلها. يعني هو صرح إن في غرامة هتطبق ولكن مش على فواتير الكهرباء بطريقها المسلك القانوني عن طريق النيابة العامة. هو كمان وضح حاجة لما توجيه سؤالي على فكرة ليه النهاردة في اليوم الثالث الهيئة بتعلن ده، فأكد ان الهيئة مش ان تطبيق القانون ليس في حاجة الى اعلان، ولكن ما تردد عن تحصيلها باشكال مختلفة هو اللي خلانا نتكلم ونقول ان احنا هنحصل الغرامة. اذا قولا واحدا الغرامة سيتم تطبيقها على جميع المواطنين المتخلفين عن الانتخاب. هو بيأكد على ده، ولكن برضو بيأكد على حاجة تانية ان آلية التطبيق متروكة للنيابة العامة. تمام. هل تضمن معلومات اخرى او بيانات تانية؟ لا، وكل ما أكد عليه ان برضو تردد شائعة صباح اليوم عن انه سيتم السماح للوافدين بالتصويت في نهاية اليوم الاخير، واكد ان لن يحدث جديد، ومن له حق التصويت خارج محافظته هو من سجل اسمه من قبل في وقت سابق. وقال ان الكثافه لا زالت عاليه في تصويت محافظات القاهره والجيزه والشرقيه واسكندريه وشمال سيناء، وانه حدث حاله من الزخم امام اللجان في فتره الظهيره قبل عقد المؤتمر. طيب هل في نسب بدات تظهر ولو بشكل يعني غير رسمي؟ لا توجد نسب ولا توجد ارقام. وهو كمان اكد على فكره ان ظهور اي نسب وارقام هو امر يعني غير وارد، وان المؤشرات الاوليه الوحيده اللي ممكن الناس تستمع ليها هي ما سيصدر من لجان الفرز في اللجان الفرعيه، وده اللي هينقله وسائل الاعلام من داخل لجان الفرز. ولكن اكد اكثر على ان النتائج النهائيه المعتد بها هي حق اصيل للهيئه الوطنيه، وهي من ستعلن هذه النتائج. والفرز هيبدا الساعة 9 فور غلق الصناديق ولا في فترة معينة هتبقى يعني الفرز يبدأ بمجرد تصويت آخر ناخب. آخر ناخب سواء صوت الساعة 9 أو صوت بعد 9 آخر ناخب بيتم غلق الصناديق، عقد تصويت آخر ناخب ويبدأ عملية الفرز. وهيكون بحضور وسائل الإعلام. وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ومندوب المرشحين. أشكرك أستاذ محمد غريب نائب رئيس القسم السياسي بالمصري اليوم. وقفنا عند صفقة القرن. احنا يعني هي في صفقه قرن فعلا؟ لا مفيش او يعني في عرض اصل صفقه يعني معناها فيها اطراف متفقين، لكن في رغبه من طبعا الكلام ده على فكره من ايام رئيس مبارك بالمناسبه. يعني يبقى نسميها رغبه القرن ولا رغبه القرن. ايه هي رغبه القرن؟ هم عايزين يستبدلوا 700 كيلو متر مربع من صحراء سيناء ب يعني جزء زيهم في صحراء النقب، ويحصل توطين للفلسطينيين في هذه المنطقة. ودي من سنة 82 قيل ان هي عرضت على مبارك وقتها في اخر عرض دي في 2010. يعني اخر كلام في 2010 تاني. اخر كلام كان مع الرئيس مبارك كان في 2010. طبعا الكلام ده مش مقبول في السياسة المصرية يعني خالص، يعني بدليل ان ده احنا حاربنا وانتصرنا واستردنا ارضنا بالسلام، وحاربنا 7 سنين في المحافظة التحكيم الدولي عشان نرجع كيلو متر مربع اللي هي طابة يعني. فالكلام ده مش وارد في سياسة مصر، لكن ده موجود رغبة. فطول ما هو شايفك يعني بتمانع في تنفيذ رغبته يفضل مضايقك بقى تنظيم بقرار ده. هل العملية العسكرية دي كانت لرد يعني صريح على الرغبة دي؟ والتركية اللي كانت بقى عندها تحرشات بحرية بالحقل زهر إلى آخره، يعني أنت بتقول أنا موجود
وفرض سيطرتي على كافة بقاع الأرض المصرية، واللي هيفكر يقرب أنا هتعامل معي. أخيرا هننتهي من الإرهاب في سيناء؟ خلي بال حضرتك مفيش إرهاب بينتهي بنسبة 100%. هيبقى في حوادث فردية تقليدية اللي موجودة في فرنسا وموجودة بالظبط موجودة في كل حتة، لكن نقدر نقول الانتهاء من الظاهرة اللي هي موجودة في حتى الحادثة الأخيرة اللي اتعملت في اسكندرية، كان بقالنا فترة طويلة جدا ما فيش أي عمليات بتتم، والحادثة الأخيرة يمكن حتى التحليل المبدئي بتاعها دي مواد ثنائية يعني ممكن تركبها، لكن مش تي ان تي مثلا، مش كميات تي ان تي يعني زي اللي اتعملت مثلا في مديرية أمن القاهرة في القليوبية في حاجات زي كده. ليه؟ لأن بقى في تحجيم كبير لمسألة خروج أي حاجة من سيناء، او لان ده اللي كانوا بيستخدموه في الدلتا هو السي 4 طبعا فبيستخدم مواد، بعض المواد اللي ممكن تحضرها في مناطق الدلتا ويعمل بيها عمليه زي دي. ده شيء يعني ده انا بشوف دي معدلات يعني مش عايز اقول طبيعيه عشان الناس حتى ما تستغربش كلمه، لكن زي العالم كله ان بيبقى فيه عمليات فرديه دي متوقعه، ولكن في المجمل الظاهره تنتهي. واعتقد ان برضو يعني سينا انا في تقديري الشخصي في تقديري يعني ده مش معلومات ان يعني 25 ابريل الجاي ان شاء الله عيد تحرير سينا هيكون كلنا هنحتفل هناك، يعني تبقى التحرير الثاني لسينا 25 ابريل. طب ناخد واحد حبيبي بس عشان لازم نمسي عم صلاح عبد الله الفنان الجميل وحبيب انا بالنسبه لي حبيب الملايين وحبيبي شخصيا. عم صلاح مساء الفل. مساء الفل يا حماده حبيبي معلش انا مش شايف. مساء الفل على ضيوفك يعني. معايا سياده النائب تامر الشهاوي بيسلم على حضرتك وبيقول لك مساء الفل. الراجل ده اهلا يا صلاح، يا رب يكون بيحبني زي ما انا بحبك. لا كل مصر بتحبك يا استاذ صلاح، كل مصر. يا خلاص انا جبت القناه، انا فتحت التلفزيون وما دام بيضحك كده يبقى بيحبني. لا بيضحك لا بيحبك. قال لي انه بيحبك يا عم صلاح، انا شاهد يعني. يا حبيبي الله يخليك. طمني انتخبت ولا لسه؟ امال ايه، رحت امبارح. انا كنت محدد من الاول يا احمد ان انا اروح تاني يوم ان شاء الله. اليوم الاولاني انا حتى في التصوير قلت لهم ما تدوني اجازه الثلاث ايام دول، ببقى بتحول الى حاله متابعه غير طبيعيه، رغبه في البيت يقولوا لي طب قوم ماشي رجلك طب مش قادر. مصر يا اخواتنا، مصر 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 بلدنا وطننا، مصر الميلاد والممات كمان ان شاء الله يعني. الله، لا بتابع بشغف وفرحان ومبسوط وحاسس كمان ان مصر فرحان والله. عم صلاح تقول ايه للناس اللي بتدعو للمقاطعه؟ والله قلت لهم كتير، انا من بدري قلت بص ما احنا الناس دي اصيب مجربينها كتير يا احمد اخويا، يعني مجربينهم كتير وعارفينهم. اصل دي ساعات حتى في الشباب الصغير يا عيني بتبقى ايه زي ما اكون كده حاجه جواه، هو بقى هيكبر وربنا يهديهم ويفهم وعقولهم بتنساق كده الاشاعات والكذيب. انا قلت له مصر امك في انتظارك، روح لها وسجل قرارك، واللي يقول لك قاطع قول له حد برضه يقاطع امه؟ في حد برضه يقاطع امه احمد يا اخويا؟ يبقى ابن عاق. مش كده؟ طيب ال 500 جنيه الغرامه تفتكر هتطبق او يعني مع تطبيقها ولا ضد؟ بص للاسف هي يعني ايه في كل المرات السابقه ما متهيألي ما اتطبقتش، متهيألي يعني ما لا ما اتطبقتش. لا ما اتطبقتش ولا مره. السابقه اصل حكايه المشاركه دي احنا لازم نعلم اولادنا واحفادنا المشاركه في الانتخابات ده واجب وطني. لازم ولادنا واحفادنا يتعلموا الحكايه دي. انا مع القانون بس هو ما بيطبقش يعني ترجع او مع تطبيقه تشجع تطبيقه ولا شايف ان ده واجب وطني وفي تطوع نوع من التطوع؟ والله انت بتسالني السؤال صعب يا احمد يعني. طب بلاش ده. طب سمعني حاجه حلوه، سمعني حاجه حلوه لمصر. والله ما لازم اعمل اي مصلحه يعني، اصل المداخله مش هتعدي كده يعني. بص بقى انا اقول لك حاجه، قول لي وهي جت على بالي دلوقتي، على بالك انت مخصوص لان بالي كتير ما قلتهاش. بص انا كل ما اكتب عشان اشجع الناس على مواقع التواصل، وانت عارف يا احمد واحنا متابعين بعض
طبعا. فبقى فجأة تظهر حسابات جديدة، حسابات جديدة على طول على طول. لا ده شغل جامد، ما انت عارفه طبعا. ويدخلوا بقى يشتموني شتيمه بقى، هم عارفين ان واحد تعودنا كلنا خلاص لما يتشتم بابوه ولا بامه ولا بالفاظ كده ممكن ايه يقول الله طب انا يعني عليا بيه مش كده، واخد بالك، فيبتعد وما يكتبش. فقلت لهم لما بكتب تحيا مصر يشتموني يا مصر، دي هي كلمه تحيا عيب ولا اسمك ولا ايه؟ ولا كل اناء صحيح دايما ينضح باللي فيه؟ ايوه كل اناء ابيح دايما ينضح باللي فيه، هو ينضح وانت تحيا في كل حته وكل ناحيه، واللي يشتم مهما يشتم والله يبقى رابط عليه. تحيا مصر وتحيا تحيا في كل ناحيه وكل حال، تحيا مصر في المصانع في المزارع في الجبال، بس احنا نساعدها تحيا وهي تحيا وتبقى عالي ان شاء الله يا رب. سؤال اخير عشان ده يعني بيتردد دايما، يقال ان الفنان المفروض ما يقولش انتماءاته السياسيه عشان ما يخسرش جزء من جمهوره، هل انت، انا اعرف انك مش مع المدرسه دي، بس هل المدرسه دي يعني بتعتبرها صح؟ ولا اهلاوي او زملكاوي مثلا، بس يمكن دي تجاوزناها يعني. الله ينور عليك، الله ينور عليك. والله العظيم انت بتقول حاجات يا احمد حبيبي. اقول لك ايه بس، بص انت ضربت مثل، فنانين كتير جدا ما بيرضوش يقولوا انتمائهم الكروي عشان ما يفقدوش جماهير الانديه الثانيه وبالذات اللي قدموا الكبار يعني، واخد بالك. انا كتير جدا نصحوني حتى ايام ما كنت بكتب في الوطن، نصحوني بالابتعاد عن الكلام في السياسه، ومنهم حبايبي واصحابي. انا مستغرب من سؤالك لان انا كنت لسه هكتب دلوقتي حالا يا احمد، كنت هكتب على الفيسبوك وعلى تويتر خلاص حاضر هبطل اتكلم في السياسه، بس مش هبطل احبها، مش هبطل احبها. وبعدين ترددت بصراحه. كتير بينصحوني ان انا ما اتكلمش في السياسه، وانا مش قادر احسب الحكايه. هل الفنان عشان بيطلع في التلفزيون وكده وبتاع وبيخاف على شعبيته وبتاع، الافضل ليه انه ما يتكلمش في السياسه بشكل مباشر وصريح؟ مع ان انت بتشوف في كتابات يا احمد، انا والله انا بسال السؤال وانا عندي اجابه شخصيه، ان الواحد بيعتبر انها نوع من الخيانه انه يبقى عنده قناعه وعنده ناس متابعين ممكن يتاثروا بيه ويحوش القناعة دي او يحجبها يعني عشان يلمع نفسه او عشان يكتسب جمهور اكتر، بعتبرها يعني رخص او يعني نوع يعني ما يصحش تبقى على الاقل حتى في الوطن، ممكن اعملها في حاجة تانية في انتماءات اخرى ممكن هوايات، ولكن في مصر صعب انا بالنسبة لي كده. طب انا عايز اقول لك حاجة يا احمد بعد اذنك، انا مش عايز بس اطول عليكم. لا اتفضل. انا عايز اسمع رأي سيادة النائب تامر شاوي في الحكاية دي. سيادة النائب اهلاوي ولا زملكاوي؟ طب اولا ممكن اسمع رايه الاول. ازيك يا استاذ صلاح؟ اهلا بيك. اهلا من محبينك الكتار يعني. الله يبارك، ربنا يديلك الصحه وتفضل تساعدنا دايما كده يا رب. اولا انا بعلم في كل حته ان انا اهلاوي. طب ما ده حاجه حلوه قوي، ما طبيعي تبقى فخور انك اهلاوي. اهو اهلاوي. لا هو حد طايل. لا يا ريت. انا زملكاوي عبا عن جد يا سامر بيه. لا بالظبط كده اهلاوي. لا ده انا وبحبك. عايز اقول لحضرتك ان انا كنت لاعب في النادي الاهلي جديد وكنت مرشح من اخواتنا في مجلس اداره النادي الاهلي مع مهندس محمود طاهر المحترم، كان عايز ينائب رئيس مجلس اداره معايا. ايوه عارف. وانا اعتذرت وكنت بأدعم قائمته بالمناسبة، رغم ان قائمة الخطيب كلها اصحابي بالكامل. أيوة. وعلى الرغم من ده انا انصفت لعمري فاروق قدام شاشات التلفزيون رغم ان انا ادعم قائمة محمود طاهر. الفكرة اللي بيتكلم عنه استاذ صلاح هي بالظبط نفس، هي سياسة، لكن الناس لم تعتاد انك انت تكون بتدعم قائمة محمود طاهر لكن بتقول كلمة حق للعمري فاروق. الناس ما اعتادتش ده. طب ده في الرياضة، في السياسة انت في السياسة كده
حتى في السياسه كده. لا اديني اجابه صريحه يا عم صلاح، انا عارف غرضه من السؤال. هل تقتنع ان الفنان او الشخصيه العامه لو له مريدين ومعجبين ما يقولش انتماءاته السياسيه عشان ما يخسرش جزء منهم؟ لا لازم يتكلم. شوف الجزء ده الى حد كبير جدا جزء انساني وليه علاقه بالانسان مع ربنا. فطالما انت علاقتك بربنا سبحانه وتعالى علاقه واضحه وما عندكش مخاوف، هتقول رايك مهما كانت الظروف. ربما يحصل تاثير على فكره ان في جزء يزعل منك مثلا، لكن انت بتقول ده لان دي قناعتك انت. عم صلاح تنفع يعني الاجابه هي دي اللي احنا عايزينها ولا في حاجه تانية؟ لا تمام تمام وصلت تمام يا عم. الاهلاويه دماغ برضه. انا بقول لك اهلاوي يا بخته، دي حاجه يعني احنا حد طايل. عارف يا احمد، يا احمد انا مش هطول عليك، بص لا انت منورنا ومشرفنا. كلام والله العظيم سياده النائب يعني نرمش جوايا كده. انا طلعت مع حبيبك وحبيبي وحبيبنا كلنا اسامه كمال في اول يعني اول طلوعه على دي ام سي. معلش ان انا بقول الكلام ده يعني. لا اتفضل. انا عارف انت القاهره والناس. لا يا عم احنا استاذ اسامه ده صديقي واستاذي يعني. لا طبعا. فقلت وجهت رساله لسيادته وقلت له ايه؟ انا مش ضد كل اللي ضدك. انا مش ضد كل اللي ضدك ولا مع كل اللي معاك. لكن طول ما انا واثق في صدقك هفضل على طول وياك. ما قلت ده. خلاص ما هو ده صلاح عبد الله. انت معايا يا احمد؟ صح مع حضرتك. هو كلام واضح وصريح من القلب. يا عم انا مع مصر، انا ما اتكلمت عن الانتخابات دي. انا وانا رايح الانتخابات قلت لهم انا في الطريق الى مصر، عملت لايف كده قلت لهم انا في الطريق الى مصر. في ناس فاكرني ان انا كنت مسافر وبتاع، وبعدين قلت لهم لا انا رايح ادي صوت لمصر. تحيا مصر يا عم صلاح، تحيا مصر الف مره. مصر مستنياني بقى اديها صوتي. نشكرك الفنان الجميل عم صلاح عبد الله، متعدد المواهب، شاعر وممثل قدير وانسان ومفكر، ويعني في ناس من الناس اللي يعني عندهم تنوع في الفكر رائع. وفيه مصر عارف. في ناس كده بتحس معجونه بحب مصر. او انا عايز اقول لحضرتك ان السواد الاعظم عارف مجموعه كبيره جدا من الفنانين اصدقائي، يمكن انا ما بظهرش في الوسط الفني بس في كتير من الفنانين اصدقائي. عايز اقول لحضرتك ان جزء كبير جدا منهم بيتبنى فكره انه يعلن ان هو اتجاهي كذا. على فكره يمكن يعلن في السياسه ما رضاش يعلن في الكوره. يعني اكيد لو زملكاوي اكيد لو بيبقى راجل زملكاوي يبقى فيه حركه شويه من اللي احنا شايفينه. على فكره اصحابي كلهم حتى المستشار مرتضى. سؤالي الاخير، ما اعرفش ليه خدت بالي من حته الحب والكره. هو انتوا كنواب برلمان عارفين ان في كتير من الناس عندها او بحس في مشاعر عدائيه شويه للنواب، بحس ان دايما في انطباع هو البرلمان عمل ايه، هو النائب عمل لنا ايه، يعني دايما في حاله عدم رضا رغم ان في نواب مجتهدين جدا، في مش قوي، في اداء ضعيف. بتحس بالاحباط في العمل السياسي ولا واخدها؟ لا خالص خالص، بالعكس انا يمكن حتى وانا بعتبر نفسي عندي صفحات سوشيال ميديا نشيطه شويه، لان هو ده التواصل الجديد. يعني هتوصل ل 2 مليون مواطن ازاي؟ يعني ما انت برضو محتاج يبقى في وسائل جديده انك توصل معاه. في ناس بتنتقدني، ما عنديش مشكله انك تنتقدني نهائي، انا بتبقى مشكلتي بس انك ما تشتمنيش. طيب يعني على المستوى الانساني يعني، انما خش قول لي انت ما عملت كذا وما عملتش دي، هجاوبك لو عندي اجابه. ولو انا مقصر، لان انا برضو اكيد مش كامل، ولو انا مقصر وممكن في ناس بتلفت نظري لحاجات اقول له طيب حاضر اشوفها. هل ذوي الخلفيه العسكريه ما بيتقبلوش النقد قوي بحكم مهنتهم السابقه؟ لا مين قال خالص، يعني بالعكس على فكره المؤسسه العسكريه اتعودتوا على اطاعه الاوامر وتمام يا فندم. لما تلاقي مواطن متمرد وعمال يقاوح ما بتضايقش؟ لا نهائي. انا حتى في الندوات حضرنا مع بعض ندوه انا وحضرتك في اسكندريه، كان في ناس عندها اسئله خالص مش ده. انا دايما بحاول لما يبقى في حد عنده بلاش ضدي، عشان ما فيش حد المفروض ضد حد يعني، لكن في حد بينتقد حد، انا عايز ابني معاك ارضيه مشتركه، منطق مشترك، ونبني بعد كده العماره زي ما احنا عايزين. هي المشكله احيانا تقابلك في الحته دي،
ان في حد من البدايه رفضك خالص، يعني مش معترف بالبرلمان مثلا اصلا. فانت بتقول طب بتسالني ليه يعني، ما انا نائب برلماني في الاخر، عايزني اتكلم على المستقبل. يعني انا كانت حصلت لي واقعه زمان كده ما كانتش يعني، كان ليا ابني الكبير كتب حاجه على فيسبوك بينتقد فيها الحكومه، ويعني يمكن صحيت الصبح البلد مقلوبه، مصر كلها بتكلمني وكده. فسالته قال لي اه، فانا شفت الكلام اللي كاتبه، كان نقد على الحكومه وعلى اعتبار ان يعني ما ينفعش الحكومه كل يوم تقول او يعني تعزي كل حاجه لفكره المؤامره، اشتغلوا انتوا بس. هو كان معنى كلامه كده، اشتغلوا انتوا بس والدنيا هتبقى كويسه. فقعدت اتكلمت معاه، لقيت حاجات عنده حق فيها، حاجات ما عندوش حق فيها، ناقشته. سنه كان 18 سنه، اللي هو السن اللي احنا بنتكلم فيه يعني، متمرد بطبعه. وطلعت وكتبت ايوه ده ابني اللي كتب الكلام ده. والناس طبعا كانت يعني، وكان كاتب يعني كلمه انتقاد كده لسياده الرئيس، يعني انت ابنك وانت اللي شغال مع الرئيس. قلت له ابني اللي كتب ده. الحقيقه انا نسيت في اللحظه دي ان انا نائب برلماني، نسيت ان انا ضابط سابق في المخابرات، افتكرت بس ان انا اب. ولو وقدام ابني على الاقل، لو طلعت قدام الناس وقلت لا ده صفحته اتسرقت، ده ما يقصدش، هتفقد احترامه يعني، احترام ابني طبعا يعني. واللي هو في الاخر يعني انا عايزه احسن واحد في الدنيا من وجهه نظري يعني. فقلت ايوه ده ابني، هو كتب الكلام ده وهو ده رايه، مختلف معاه في بعض الحاجات، متفق معاه في بعض الحاجات، بس انا عايز اقول لكم ان الوعي ممارسه مش شعار. يعني في بعض الناس تطلع يقول لك والتوعيه والمعرفش ايه والكلام ده، لكن ما يمارسهاش. لا انا وقفت وقلت ايوه، وتعالى نقعد مع بعض نشوف الغلطه فين، ايه اللي انت مش فاهمه، ايه اللي انا يمكن قصرت فيك اب اجتهد فيه، بنتعلم لغايه ما نموت يعني. انا لغايه النهارده انت يمكن عارف الكلام ده، في الدراسات العليا في جامعه اسكندريه طالب يعني، رغم ان انا معايا 2 ماجستير ودكتور 2 دكتوراه، بس عايز اخد حاجه من الجامعه المصريه واقعد قدام الدكتور المصري واتعلم منه. مش عيب، لا يعيبني ولا يعيب اي حد ولا يعيب اي منظومه. عشان كده انا بقول للشباب وبدعو اللي في سني يعني، حتى الشباب اللي في سنك يعني. لا طبعا يعني اقول لحضرتك على حاجه، مش عارف اطولت. لا انت منورنا مشرفنا النهارده. ال حد مثل يعرفه يمكن، ايام الرئيس الراحل انور السادات الشريحه الشبابيه كلها رفضت مبادره السلام، كل الشريحه الشبابيه، وطلعت مظاهرات ضده، وكانت في ازمه ضخمه جدا بعد 77، وطبعا وما استتبعها بقى وده كامب ديفيد والكلام ده. كان في مشكله حقيقيه ظهرت في ذلك التوقيت، ان الوجدان المصري اتربى على فكره المقاومه وفكره مش متقبل فكره السلام. لكن المعطيات الكامله كانت موجوده عند مين؟ كانت موجوده عند الدوله المصريه، كانت موجوده عند رئيس الجمهوريه واجهزه الدوله والحكومه، ان الدوله مش هتقدر تكمل في حراك عسكري. عجبني الختام ده جدا، او الواقعه دي فعلا لفتت نظري فعلا، ان واقعه زي كام ديفيد واتفاقيه السلام، اعتقد ان الشباب دول اللي كان عندهم ساعتها مثلا 20 سنه، لو جيت سالته النهارده وعنده 50 سنه، لا يقول لك انا عنده حق، هيقول لك اصلا ده كان على فكره. وائل الإبراجي قال الكلام ده في حلقته، قال انا كنت ضد انور السادات في وقت كام ديفيد، لكن انا بعتذر له النهارده، لان انا فهمت. انا عايز اقول لولادي يعني، هل الشباب بتوع اليومين دول اللي معترضين او مقاطعين، تعتقد ان لما يعرفوا معطيات الامور بعد كده ممكن الوجدان يتغير؟ مؤكد. بص شوف، ده ان الصوره مش كامله عندهم، مؤكد. ده طبيعه الامور يعني، ده طبيعه الامر، ان الشاب مع معطياته اللي هو بيحصل عليها من فيسبوك ومواقع معينه او كده، وحتى ما بيتاكدوش كتير من المعلومات يعني من توثيق المعلومات اللي جايه لهم، كل يوم بيتعلم، كل يوم بيضيف، كل يوم بيحتك، فبياخد خبرات جديده، وبيشتغل ويشوف الصعوبات والدنيا فيها ايه، وقد ايه الموضوع ده كان صعب مش سهل زي ما هو. انما النهارده الولاد بياخدوا مصروف
يشتروا باقه الانترنت يروح يقعدوا على يشتموا اهاليهم بالفلوس بتاعتهم. ست النائب تامر الشهاوي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، واتمنى ان تتكرر كثيرا الزياره. معلش انا خدتك يعني او يعني رحنا في ملفات كتير جدا، بس هو يعني احتفالا واحتفاء بوجود حضرتك بشكرك شكرا جزيلا. هندفع هنطلع فاصل، وبعد الفاصل معانا الكاتبه هبه عبد العزيز، هنتكلم في الشان السياسي على العملية الانتخابية، ردود الأفعال الإعلام الغربي والمؤسسات الدولية، وحينضم ليا زميلة عزيزة وضيفة، مش عايز أقول ضيفة بقى، هي يعني زميلة جديدة في قناة القاهرة والناس بنرحب بيها ونسعد بوجودها، الزميلة نوران عطلة هتنضم لينا مع كاتبها هبة عبد العزيز. انتظرونا بعد الفاصل.